قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. ورأس الخوارج الآن القرضاوي الذي يدعو الفتنة على بلده وبلاد المسلمين. أشياء موجودة، تاريخ لو استنطق لنطق، يكفي تجاهلا. رجل يقولون أني شيخ الفتنة، اللهم احجني على الفتنة وأمتني على الفتنة. أنت كما أنت شيخ فتنة. الله، والله أنا من أول خطباء الفتن، ولن أتنازل عن خطبة الفتنة هذه. مدام هذا هو الفتنة، اللهم احيني من خطباء الفتنة وأمتني منهم واحشرني معهم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.